قصره عشان عندنا تسليم بضاعة. اللي عينه على حاجة من أملاكي ولا ليه رغبة في مالي يقول. أي حد عاوز أي حاجة هياخدها، وأنا أبعت المحامي يكتبها له بيع وشراء. والكلمة من بعدي لعزوز والعكاز، وكلمته سيف تمشي على الكل كبير وصغير. متحرمش منك أخيال ومن كرمك. ربنا يديك طولة العمر يا أخويا يا حبيبي يا نن عيني. عينك كذابة يا مراسي، كذابة. مكتوب لك تورثي الرجالة جوازك وأخوك، وعالمة تورثي مين بعد كده. على العموم كل واحد عاوز حاجة هياخدها، بس أهم حاجة تكونوا قدام الناس إيد واحدة، حتى لو كنتوا بتقطعوا في بعض في الدرع. أنا مش عايز كلمة ريحان تقع فينا. اللي بيقول فيها اللي بياكل الحرام الحرام بياكله. خسارة، كنا زمان حبايب واخوات، كنا بنقسم الرغيف مع بعض. لكن دلوقتي خلاص، من ساعة الفلوس ما زادت النفوس شالت. يبعد عنك الخبث والمكر كله يا حبيبي يا اخويا. اه ما حدش سالك، حتى عيالنا اللي جبناهم بالطلق والشقة. فرج ايه؟ اعمل لنا منكش في الحارة عشان في الزيطة رجب الخانكة يطلع بالمسخين. احلى منكش لأحلى عزوز. يا راك يا معلم، اروح اولع في بيتنا يا بنت عشم. انت تموت ونفسك تشوفها بلبس البيت يا فرج. معلم اقسم لا معلم. ايه رايك يا معلم زكريا امسك في فرج الحافي وافتح بطنه زي الثلاجه واطلع مصارينه مترين قدام؟ الحاره كلها هتتلم عشان تغرف لحمه من على الارض، ساعتها تطلع المساخيط وندفن فرج مكانها. بعدها لك يا مراسم. ايه قلتلك ما تدخليش الشغل في اللي بينك وبين فرج؟ وبعدين اللي قاله فرج ده عين العقل، حريقه ومطافي وزيطه منكش. هو منها نخلص من ناية وماها ويغور من الحارة. اعتمدت يا فرج. استاذنك راح سيطر يا معلم. حافي اسمع الكلمتين دول، انا هعمل نمره جنب المنكش، يعني فرح جنب طهور. اديني ودنك الشمال عشان حوار شمال. اكرام الميت دفنه، السلاح ده الخصة. الكبير خطير، اعتمد.